الوجبات الأساسية لصيام صحي. إليك بعض الوجبات الأساسية التي يمكن تضمينها في صيام صحي. 1- سحور متوازن. يعتبر سحور الوجبة الأهم خلال فترة الصيام. يجب أن يكون وجبة سحورك متوازنة وتحتوي على مصادر جيدة للبروتين مثل البيض واللحوم الخفيفة والألبان. يمكنك أيضا تضمين الألياف الغذائية من الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة. تناول كمية كافية من السوائل لتجنب الجفاف. 2- إفطار متوازن. بعد انتهاء فترة الصيام، يجب أن تتناول وجبة إفطار متوازنة ومغذية. يمكنك تضمين مصادر البروتين مثل البيض والألبان واللحوم الخفيفة، إضافة إلى الخضروات والفواكه لزيادة تناول الألياف. يمكنك أيضا تضمين الحبوب الكاملة مثل الشوفان أو القمح الكامل. 3- وجبات خفيفة صحية. يمكنك تضمين وجبات خفيفة صحية بين وجبات الطعام الرئيسية. اختر الفواكه والخضروات كوجبات خفيفة منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالفيتامينات والمعادن. يمكنك أيضا تناول الألبان قليلة الدسم أو الزبادي الطبيعي. 4- شرب السوائل. يجب أن تشرب كمية كافية من السوائل خلال فترة الصيام لتجنب الجفاف. يفضل تناول الماء والعصائر الطبيعية والشاي غير المحلات. تجنب المشروبات الغازية والمشروبات السكرية العالية السعرات الحرارية. 5- تناول وجبة إفطار متوازنة. يجب أن تتضمن وجبة الإفطار الرئيسية مصادر جيدة للبروتين مثل البيض واللحوم الخفيفة والألبان. يمكنك أيضا تناول الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة. تجنب تناول الأطعمة الدهنية والمقلية بكميات كبيرة. يهم أن تتذكر أن التنوع والتوازن هما العنصران الأساسيان في تناول وجبات صحية أثناء الصيام. يجب أن تختار الأطعمة الطبيعية والطازجة وتجنب الأطعمة المعالجة والمشبعة بالدهون والسكريات المضافة. قد يكون من الجيد استشارة أخصائي تغذية للحصل الأسف. لا يمكنني تقديم نصائح طبية أو تشخيصات. يفضل أن تستشير متخصصا في التغذية أو طبيبا قبل اتباع أي نظام غذائي خاص أو تغييرات كبيرة في نمط حياتك الغذائي. يمكن للمتخصصين تقديم النصائح الملائمة والمخصصة لاحتياجاتك الشخصية والصحية.